راح ينزل حارس مرمى بدلا من ضحي. لم تكن ودية اللعبة الأخيرة للأسطورة أحمد راضي. يتغلب فيروس كورونا عليه ويسدد هدفه في شباك الموت. صاحب الهدف العراقي الوحيد في بطولة كأس العالم في ذمة الله. حقيقة خسارة كان أبو هيا، لأنه كان رجل يمتلك من الحضور والإنسانية والطيبة، وكان دائما ما أعرف يعني فعلا فوجئنا فيه لأنه رحل مبكرا رغم كل الجهود الطبية. أسأل الله الرحمة والغفران ولمحبيه وأهله الصبر والسلوان. ورغم أنه مقيم في العاصمة الأردنية عمان، لكنه لم يكن يتصور أن عشقه للعراق يصل إلى حد أن روحه تأبى أن تفارق الدنيا إلا بين أحضانه، وأن لا يدفن جسده إلا بقلب العاصمة بغداد. لقد توفاه الله في إحدى مستشفيات بغداد وقبل ساعات من نقله إلى العاصمة عمان قرب أهله، وأيضا حتى يدخل إلى الحجر الصحي، لكن كان القدر أسرع من كل الترتيبات ومن كل الجهود التي بذلت من الجانبين، من الجانب العراقي ومن الجانب الأردني أيضا. نصيحة لكل العراقيين أنه يجب علينا الالتزام بالتباعد الاجتماعي والحذر، لأن هذا الفيروس لا يعرف كبيرا ولا صغيرا، وللأسف اليوم تفشي المرض بهذا الشكل المزعج واللي يجعلنا نودع أحبابنا يوميا هو بسبب عدم الالتزام. العراق اليوم يتوشح بالسواد حزنا على من ترك بصمة بعالم الرياضة العراقية، الأسطورة الراحل أحمد راضي. وهجمة لفريق نادي الزورة، أحمد راضي تقدم ويضرب كورة. هبة السوداني، العراقية الإخبارية، عمان.